طبعا الحال الساكنه يعني فرحانه كيف ما كتشاهدوا كيف ما كتشوفوا يعني بالاحكام القضائيه في الملفات المدرجه في الملف الاستعجالي بالمحكمه الابتدائيه بطنجه اللي توجهت مغلبها بعدم القبول. هذا انتصار الحي بن كيران، انتصار الساكنه، انتصار القانون، انتصار ربما واحد الحق اللي كيامنوا به الساكنه ديال حي بن كيران. الحمد لله اليوم المجهود ديال الدفاع والتنسيقيه ديال المحامون بطبيعه الحال اتى اكله. الشركه المدعيه لم تستطع اثبات حتى صفتها في هذا الملف، هذا بالتالي قوبلت بعدم قبول الدعوه. بطبيعه الحال هذا حلقه من الحلقات ديال التقاضي، احنا مستمرون ومتتبعون لهذا الملف في حاله ما اذا كان هنالك يعني استئناف. احنا بالنسبه لنا مازال كنناقشوا الشكل بطبيعه الحال، حتى المحكمه اليوم هي ناقشت الشكل بطبيعه الحال وجابهت بطبيعه الحال الشركه المدعيه بعدم قبول الدعوه على اعتبار انها لم تثبت صفتها في هذا الملف، بالتالي قبل المرور الى جوهر النقاش على اعتبار ان القضاء الاستعجالي لا يمكنه المساس في الجوهر، لا يمكنه ان يناقش الجوهر. مازال كنناقشوا الشكل بطبيعه الحال، الى حين ذلك بطبيعه الحال غنتقاسموا جميع المعلومات مع الاعلام حتى يكون بطبيعه الحال على بينه وعلى علم بجميع المعطيات اللي متعلقه بهذا الملف ان شاء الله. حط شويه العيوب الشكليه يمكن لها ترفع دعوه مره اخرى. بطبع ليس دعوه مره اخرى، وانما هي عند الحق بطبيعه الحال انها تقيم دعوه اخرى كما لها الحق ان توفرت على جميع الوثائق حتى تثبت صفتها في هذا الملف، كما لها الحق بطبيعه الحال ان تقوم باستئناف هذا الملف. المحامون هيئه الدفاع بمدينه طنجه التنسيقيه اللي وكلت هذا الملف هذا كذلك غتتواجد في حاله ما اذا تم استئناف هذا الملف هذا او تم يعني اقامه دعوه جديده بخصوص هذا الموضوع هذا حمايه لحق الساكنه في التواجد في المنازل التي يقيمون بها. يعني تغمرني فرحه كواحد من هيئه الدفاع ومن التنسيقيه على هذا الخبر السعيد اللي في الحقيقه الساكنه ان شاء الله تفرح بهذا الخبر السعيد اللي هو محكمه قضت بعدم القبول نظرا لبعض الخروقات اللي شابت الدعوه ديال الجهه المدعيه اللي وهي اساسا طبقا للفصل الاول اللي هي الصفه، ما عندهاش صفه لان جهود الشركات هي اللي كدعي. ولهذا كنشكروا من هذا المنبر مره اخرى كنشكركم وكنشكروا جميع المنابر ديال الصحافه وشكرا جزيلا. نعم بدايه كنشكر هذه المنابر الاعلاميه التي دابت على تغطيه هذا الملف. اليوم كنهنئوا الساكنه بهذا الحكم هذا اللي حدث لهم واحد الفارق كما كتسمعوا، حدث لهم واحد النوع من الطمانينه، وبالتالي هذا القضاء الموقر قال كلمته بانعدام صفه الشركه للتقاضي وتم الحكم بعدم القبول. وبالتالي فان الشركه لم تثبت حتى يعني الشكليات العاديه في التقاضي، فبالاحرى ان تثبت في هذه الدعوى احقيتها لهذه البقعه الارضيه، وبالتالي هذه تبقى حلقه من بين حلقات كثر قد يعني تبزغ في قادم من الايام. وحنا متبعين هذه الملفات جميعا ومع الساكنه ان شاء الله الرحمن الرحيم في كل حقوقها العادله المشروعه. وشكرا للجميع. هذه مسألة كتبقى يعني مسألة خاصة بالشركة المعنية، واش غتستأنف الملف ولا لا؟ وحنا طبعا هذه حقية الشركة أنها تستأنف من عدمه أو لأنها تنهج مساطر أخرى. حنا طبعا متواجدين مع الموكلين ديالنا في كافة مراحل التقاضي وفي كل الدعوة إن شاء الله الرحمن الرحيم. حفظك الله. بارك الله فيك الحاج. شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك الله. كيف تخص الشكايات فين وصلت؟ فيما يتعلق بموضوع الشكاية تبقى شكاية قدمناها للجهات المعنية. الأبحاث ستأخذ مجراها لنعلم عن المشتكى بهم يعني في هذه الشركة أحقية هذه الوثائق من عدمها ومدى قانونيتها من عدمها، هل هناك خروقات أم لا؟ هذه مسألة سابقة لأوانها ستجيب عليها الأيام المقبلة من خلال يعني البحث التي ستقوم به الجهات المعنية طبعا. الشركه داي صحه العيوب الشكليه، واش بامكانها ترفع الدعوه مره اخرى؟ طبعا عدم القبول لا يعني ان الملف راه تحكم بشكل نهائي، ولكن عدم القبول كيعطيني الشركه انها تقوم وترفع دعوه اخرى من اجل نفس الوقائع سواء في الاستعجالي او في القضاء
العادي المدني في الموضوع، وبالتالي لكل الاطراف الحق في اللجوء للقضاء طبعا كما قلت. كلمه تقول الساكنه؟ يعني اللي غنقول الساكنه هو انني كنحييهم على روحهم الوطنيه، كنحييهم على هذه البسمه اللي شفت فيهم هذا الصباح، وصراحه حنا جد سعداء بهذا الشيء اللي شفنا هذا الصباح هذا. الحمد لله القضاء قال كلمته بعدم قبول هذه الدعاوى، وشكرا للجميع ونحن مع الساكنه طبعا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.